دايما يعني لما بنتسأل عن عدد اليهود اللي فاضلين في مصر، الإجابة بتبقى هما تقدر تعدهم باستخدام صوابعك العشر. التراث اليهودي هو جزء من تراث مصر وجزء من تاريخ مصر، وما ينفعش إن احنا نلغيه أو نهمشه أو نتناسى. لقد خلقت هذه الأمة أمة عربية واحدة، وستبقى هذه الأمة بعضه ويسافر زي بقية الناس. بس طبعا كان في تمن كان لازم يدفع، فالتمن ده هو لما اتقبض عليه في 53 اتحكم عليه ب7 سنين سجن. بعد ما خلص ال7 سنين كان المفروض يفرج عنه، قالوا له احنا هنرحلك اسرائيل، فقال لهم لا مش عايز اسافر. قالوا له خلاص انت عايز تقعد اقعد. فخد 4 سنين اعتقال زيادة وطلع بعد 3 سنين. كان شايف ان هو ده الوطن ودي مصر اللي احتضنته. الناس كلها بتفتكره، مفيش حد بيفتكره بحاجه وحشه. يعني فعلا انا بحترم الحكايه دي وبحترم حظي ان انا اتجوزت انسان وكان فعلا انسان. الناس دايما بتعتقد ان بدايه المشاكل اللي مع اليهود كانت في بعد الثوره، ده مش حقيقي. يعني هي ابتدت من 48 من ايام الملك، وزادت بعد كده مع التمصير ومع التأميم في عهد عبد الناصر او بعد ثوره 52. طبعا الوضع كان مش طبيعي، لان في الاخر دي كانت طبقه بتحكم او بتساعد على حكم البلد، وما كانوش هما كانوا معتبرين نفسهم مصريين، بس كانت الدنيا بالنسبه لهم يعني مش متفاعلين مع المجتمع المصري بنسبه 100%.